السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اهلا بطلاب الاعزاء طلاب الصف السادس اليوم ان شاء الله راح نبلش بالدرس الثالث الحضاره الفينيقيه يعد الفينيقيين جزء من الكنعانيين المره الماضيه يا سادس اخذنا درس الحضاره الكنعانيه حكينا انه من سكن سواحل بلاد الشام هم الكنعانيين لكن الجزء الذي سكن فلسطين سمي بالكنعانيين ومن سكن سواحل سوريا ولبنان سمي بالفينيقيين علل لجوء الفينيقيين إلى التجارة البحرية لأنهم سكنوا في منطقة ساحلية اللي هي سور المناطق الساحلية في سوريا ولبنان والسبب الثاني بسبب توافر الأخشاب في أراضيهم كثرة وجود الأشجار في أراضيهم أدى إلى براعتهم في صناعة السفن ما هي اشهر المدن الفينيقيه اولا مدينه اوغاريت ولها اسم اخر وهو راس شمره وهي اهم مركز حضاري للفينيقيين في بلاد الشام علل لماذا تعتبر اوغاريت اهم مركز حضاري في بلاد الشام لان علماء الاثار وجدوا فيها ابجديه اوغاريت وهي عباره عن تطور للابجديه الحروف الابجديه التي اخترعها الكنعانيين، طورها الفينيقيون وسميت بأبجدية أوغريت ووجد فيها علماء الآثار القصر الملكي العظيم. تنين السبب الثاني لأن أوغريت تشتهر بالتجارة البحرية والزراعة. ثاني مدينة مشهورة من مدن الفينيقيين هي صيدا، وهي عاصمة الدولة الفينيقية. ثالث مدينة صور، ومعناها الصخرة. واخر مدن الفينيقيين المشهوره هي مدينه جبيل تشتهر بورق البردي الورق الذي كان يكتب عليه الفينيقيين قديما يعطيكم العافيه سادس نلتقي باذن الله المره القادمه بنفس الموعد يعطيكم الف عافيه